كرم مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أوائل طلاب شهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة والبلاد العام الدراسي المنصرم. وأشاد وزير التربية والتعليم طارق العكبري بدور قيادة السلطة المحلية ودعمها ومساندتها للقطاع التربوي والتعليمي بحضرموت، مثمنا جهود مكتب الوزارة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، ومجددا حرص الوزارة على متابعة حقوق المعلمين وتسويتهم باعتبارهم الركيزة الهامة في العملية التربوية والتعليمية.